بكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. مهم انا باقا كنرتاح من السفر. مهم اليوم بغيت نمشي نحيد هاد التفيرات، صافي بركه عليهم. صراحه جو زوينين وجو مواتي للصيف، وصراحه صبروا معايا، ولكن بركه عليهم صافي غادي نمشي نحيدهم. وفي نفس الوقت طرتني يدي، وفي نفس الوقت بغيت نبارطاجي معاكم داكشي اللي شريت من تركيا، سواء من ليمول سواء من ديامون هدا كيلعب بالباندا وكتخشري تحت من البول ديال الماكله وكيكفح الماء. المهم داكشي شريت من السوق وداكشي، المهم مشريتش بزاف صراحه، شريت غير شويه ما مبسلتش بزاف، ما كثرتش صافي. المهم غادي نبارطاجي معكم هذاك الشيء اللي شريت وصافي. هذا مكان، المهم انتم معايا. ساليت الفطور ديالي وجيت عند حليمه باش نحيد عليا هاد لورونج، صافي بركه عليه. مهم نخليو تفيراتنا يستريحوا شويه، بركه عليهم، دوزوا الصيف دوزوا معانا، نخليوهم دابا يرتاحوا شويه. ما غادي ندير لهم حتى شي حاجه، لا ما غادي ندير لهم لا كولور لا حتى شي حاجه، غنخليهم يرتاحوا. مهم كبيدات انا جيت حيدت عليا داكشي، قديت تفيراتي رديتهم عاديين، بغيت نخليهم يرتاحوا، ما درت لهم لا بيرمانونت لا فيرني عاديه. مهم جيت باش نشارك معكم داكشي، حيت انا راه كنعكز على هادشي صافي، كنرد شي في بلاكار غنعكز نوريكم. مهم بغيت نوريكم داكشي اللي شريت من اسطنبول. مهم مشريت بزاف د الحوايج مني، غادي نوريهم لكم. خليو هنايا تنساليو اكثر، يا صراحه شريت لتحت زعما السراول. المهم غادي نبدا لكم اول حاجه، والثمن اللي عقلت عليه غادي نقول لكم وغادي نكتب لكم هنايا. شريت هذا السروال صراحه، هادو كانوا عاجبيني و لقيتهم تما. هاد البنطلون كيجي عادي، كيجي حتى هنايا وفيه هاد الافتحام الرجلين، صراحه زوين، لا كاليتي ديالو زوينه والاستيك. انا كيعجبوني لي بونطالون اللي كيكونوا الاستيك، ملي كتبقاي انتيا في الحركه ديالك كيبقى يمشي معاك، ما كيبقاش ماشي دوك لي تجي اللي كيكونوا مزيرين كيبرزطك في الجلسه وفي هذا الاول. هذا السروال هذا يا ربي واش 80 ليره ولا 85 ليره، ما فايتش هادشي، يعني 40 درهم ديالنا مغربيه ولا شي حاجه بحال هكا. هذا السروال هذا 80 ولا 85 ليره وحده فيهم. وهاد الصايه، هاد الصايه تكون شتوني بها، لحقت بها واحد الفيديو في الانستغرام، كتجي بحال هكا طويله الا لقيت ولكن تصورت بها غير جالسه، متصورتش بها واقفه، كنت خليكم التصويره. وكما المهم دخلوا الانستغرام ديالي وشوفوا الفيديو بها، فريمون كتجي واعره، لا كوب ديالها غزاله غزاله بزاف. هادي كانت ب 80 ليره، هادي كانت ب 80 ليره، زوينه
نوريكم الجين الاخر عاد نوريكم هاد السراو ديالي بحال هكا فين هو الجين الاخر داير بحال هكا كلير شويه وتا هو لا كوب ديالو زوينه من تحت جا بحال مقطع غير بالمقص بحال هكا مشروط ياك وجا ماوند جين يعني ما مزيرش بزاف من جهه الفخاد بحال مزير غير يعني كيشد لاطاي ديالك غير من جهه لي هونش والباقي كيهبط مهم تجي المهم ومريح فريمون مريح زوين هذا كنلبسو فاش كنكون شي سخيره ولا شي حاجه بحال هكا ولكن راه ديجا لبستو توسخ ليا حتى نحطو يتصبن لي بونطالون اللي كنحماق عليهم واللي كنلبسهم بزاف اكثر من الجينات هما هاد هاد السريولات هادو دايرين بحال هكا هذا كندير بعد هاد الجين هذا خديته منين خديت الصايه وكانوا نفس الاثمنه خديته حتى هو 80 ليره وهاد السريولات شوف كي داير هذا 100% قطن واعر 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 بزاف ولا كولور ديالو حتى هي زوينه هادو الكود كور ديالي انا في الصيف وهادو تلبسو حتى في الخريف ما يجيو مزيانين في الخريف حيت حنا كتبقى عندنا القضيه شويه سخونه يعني ماشي غير في الصيف حتى في الخريف يتلبسو هذا ونوريكم نفس الفصيله ديالو حيت هذا في المارون ياك حتى هو التوب ديالو بحال هكا مزوق شويه ماشي سامبل يعني هاد اللعيبه خمره ماشي سامبل صافي وجا في المارون من هنايا عادي فيه هاد السيوره بحال هكا زوين خديته باش نلبسو مع واحد لا شوميز باج المهم نوري لكم فاش نوصل مع لي شوميز هذا حتى هو 90 ليره 90 ليره هي بحال كلشي 50 درهم ما كاملاش ديالنا خديت بحالو فلورون ما نوريكم هذا حتى نقلب على لورونج ما جبتوش خديت هذا زويون هذا سروال كلاس او مي بون تقدري تلبسيه مع سفاديه بيضاء ومن هنايا شو اش داير صراحه زوين المهم حتى نوريكم هذا الشيء زعما ملبوس وداك الشيء راه غتشوفوني به مع مرور الاوقات خديت معايا هذا بحال هكا لا كولور جات فنه شوف هذا معاه شو هذا خديته وقيله شي 120 ليره اللي هي شي 70 درهم مغربيه وهذا 35 ليره هذا زوين هذا خديت منه ثلاثه ديال الالوان وهذا هو لورانج اللي قلت لكم ها هو راه داير بحالو بحال الماغون نفسه حتى هو داير 90 ليره وهذا خديته باش نلبسو مع هادي والصراحه لبستهم وجاو زوينين راه تكونوا شفتوهم حقا في الفيديوهات جاو زوينين هاد لا شوميز خديتها وقيلا بشي 130 ولا 140 ليره شي حاجه بحال هكا المهم انا كنحاول نقول لكم حتى الاثمنه وشريت هاد لا شوميز الخضراء دابا طوندونس وهاد الخضراء دابا تقدر تجي مع سروال غوز تقدر تجي مع لورانج كيجيو زوينين المهم عجبتني هاد الشوميز سورتو كو التوب ديالها مبرد فريمون مبرد و جات اوفر سايز وجاي زوينه صافي واخر حاجه هي هاد لا شوميز البيج اللي خديتها قلت لكم على قبل هاد السروال المارون وتا هي لبستها معاه وجات كلاس جات زوينه هاد الشوميز البيج وتا هي توبها زويون ومبرد ومن داك التواب اللي ما كيتكمشوش ديال صبني ولبسي ما كيتكمشوش ما محتاجه لا مصلوح لا حتى شي حاجه هادي حتى هي 80 ليره هادي 80 ليره قلت عليها 80 ليره صافي في الحوايج كاين غير هاد الشيء ابخي شريت هذا السوق على شي 50 ليره صافي وهذا اللي وريتكم هذا شريته في هاد اللون وشريته في الصفيفر وشريته في الكحل خاصها تجيبوا لي واحد الشفاره سميتها مريم اللي شفراتو ليا وما بغاتش تجيبوا لي مهم عيروها وقولوا لها تجيب ليا بول جاي بحال هذا في الكحل اشفاره جيبيه ليا صافي
و لي برودوي مخديتش شي حاجه، خديت سيغاف المهم خديت هادو بجوج، هادو كانوا دايرين فيه الانديريم، كانوا دايرين فيه سول ناقص منه 35 ليرة اللي ناقصه، وديجا هو تما هابط على الثمن ديال المغرب صراحه والله ما بقيت عاقله بشحال خديت هذا. هادي خديتها وقيلا بشي 190 ليرة، هادي 190 ليرة وقيلا، ولكن هادي راه جديده اللي فيها اس بي اف 50، هادي ما تحتاجيش موراها كاع اكران حيت ولا فيها اس بي اف 50 هادو بجوج. وقبل ما نمشي للبارافارماسي فاش كنت في فتحيه خديت هذا، حتى هو صراحه زوين وباقا ما حليتش الاخر، هو اللي غدا هو اللي كنغسل به، ولكن زوين ولكن ديال تعدي به، ولكن ماشي نفس الريزلت ديال هذا. غنوريكم واحد شريت واحد لاغام ديال الشامبوان اللي معروفه اللي جليس، ولكن بغيت نوريكم غير السبراي اللي شريت اللي خلى لي شعري فاش كنت تما والبحر والشمس داكشي. المهم انا نجيبو لكم، المهم هو هي هذه لاغام ديال جليس هذا ياك، واعره خديتها من تما وخديت معها هذا ملي كتخرجي من البحر، هذا ملي كتخرجي من الدوش كترشيه على شعرك كديري شعرك، اقسم بالله الى واحد النعومه وواحد تسبسو بيا بحال الى مصايب فريمون، واعره واعره واعره. المهم هي هذا، ما عرفتش الصراحه هنا في المغرب واش نفس الكايت ديال تما، باقي ما سالوش ليا باش نمشي نتصدم ونشريهم، ولكن المهم راه ديال تما. ونزيدكم عندهم هاد لي برودوي هاد الشامبوانات وهاد الشيء رخيص بزاف. المهم هذا مكان، المهم بغيت نشارك معكم اي حاجه شريتها، واخا ما شريتش بزاف ديال الحاجات ان شاء الله نبقى نشارك معكم ديما بحال هاد اللعيبات. انا كنلاحظ انني كنشري شي حوايج يعني من لي ماغازون وداكشي، كنت ما كنشاركهمش معكم سمحوا لي، ولكن المهم اي حاجه بقيت شريتها غادي نبقى نخبيها نديرها في حال هاد الشبيكه، ما ردهاش بلاصتها باش تفكر اني خصني ندير لكم فيديو ونوريها لكم. هذا مكان مهم، كنتمنى تكون هاد الفيديو ديال اليوم عجبتكم يا ربي وتكونوا استمتعتوا بها. هذا مكان مهم، غنقول لكم باي باي وشكرا لكم كملتوا هاد الفيديو حتى الاخر، والا كملتوا حتى الاخر ما تنساوش ديروا لي ابوني جيم وخليو لي كومونتير زوين بحالكم، و اللي غنقول لكم هو كنبغيكم بزاف ونتلاقاو في فيديو جديد.